السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتنا، مرحبا بكم مباشرة من قناتكم ومن صفحتكم قناة FFF. اليوم بإذن الله جبنا لكم مفاجأة رائعة، وقبل هذا نرحبوا بالأخ حليم. كل حليم مشرف خوتي خواتاتي، دائما تعرفوا هذه الحاجة الثقة دائما بجديد. إن شاء الله عندكم هدايا بمناسبة شهر رمضان مبارك. إن شاء الله واش نقول لكم لخويا، يقول لكم كلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاوتنا، بمناسبة شهر رمضان راح أكون معروفين على أثاث ثقة الهدايا خاوتنا. يعني كما راكم تشوفوا خاوتي الهدايا راه ما تشي، انتم اللي راكم رايحين تستفادوا من هاد الهدايا خاوتنا. ما عليكم غير تابونيونا في اليوتيوب خاوتي، سورتو لي كومونتير خاوتنا، كومونتيو غير في لا فيديو اللي راح تكون فيه المسابقة خاوتنا. خويا وليد خاوتي، السلام عليكم ومرحبا بالمشاهدين تاعنا تاع محل أثاث ثقة. دائما نجيب لكم جديد خاوتي، ومرحبا بكم في المحل اخ خالد. السلام عليكم الزلف الاول، مرحبا بكم عندنا توجور في محل أثاث ثقة. الهدية القيمة بزاف صوالح راهم كاين، هدية بمناسبة حلول شهر رمضان، ان شاء الله نصوموه بالصحة ولهنا. تقول خوتي ابوني معنا، فيها هدايا بزاف اللي تفرحكم. خويا سالم الهدية الاولى واش فيها؟ خوتي العزيز، كما كنتم مع ركائز تاع محل أثاث ثقة، الان ننتقلوا للمفاجأة خاوتنا. كما راكم تشوفوا وكما راه موضح امامكم في الصورة، جبنا لكم دو طاب دو كويزين خاوتنا. الله يبارك. باش تعرفوا عندنا تسمى عندنا فائزين، عندنا فائزين كل اسبوع، يعني كل اسبوع راح نعلنوا على فائزين. الفائز الاول راح يتحصل على طاب دو كويزين فيها سيشاز كما راكم تشوفوا، بها بدوزانها خاوتنا كما راه موضح امامكم في الصورة، بها بالدوزان تاعها وباللوازم تاعها. اما الفائز الثاني يتحصل على طاب دي كويزين كاتشيس خاوتنا كيما راهو موضح امامكم في الصوره، وكذلك بها باللوازم تاعها خاوتنا. شروط المسابقه واضحه وبسيطه، عندك دير ابوني في لاشين تاعنا تاع يوتيوب أثاث ثقة، ديرنا جيم في القناه تاع الفيسبوك أثاث ثقة، ديرنا ابوني في الكونت انستغرام تاعنا تاع أثاث ثقة. شروط المسابقه كما قلنا واضحه، تعاود تولي لا فيديو تاع المسابقه اللي رانا نتكلموا فيها الان، تكتب اسمك لقبك والولايه تاعك خاوتنا. الكونكور ان شاء الله راح يكون يوم 30 مارس خويا اسامه، يوم 30 مارس ابتداء خويا سالم، من 24 مارس حتى اليوم 30 مارس خاوتنا. وان شاء الله كما يقول لك خويا سالم راح يوضح لكم كاع الامور، وان شاء الله ما تلف لكمش خاوتنا. يعني نعاودوا ناكدوا لكم برك، نعاودوا ناكدوا لكم لي كومونتير خاوتنا راح يكونوا خويا سالم في لافيديو، في لافيديو اللي رانا نتكلموا فيه الان، وفي لافيديو تاع اليوتيوب خاوتنا. لي كومونتير تسمى تيراج وصول خويا اسامه، السحب راح يكون في هذا الفيديو خاوتنا اللي راهي في اليوتيوب الان. تيراج وصول راح نديروه من لي كومونتير تاع هذا الفيديو في اللايف، في اللايف نديرو السحب. تيراج وصول ان شاء الله نديرو لايف، حبي يقول نهار الاثنين على الساعه تاع الليل، يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء الليل ان شاء الله نديرو لكم السحب خاوتنا. كونوا في الموعد، بارطاجيو كومونتيو ديرو لي كومونتير ماكسيموم خاوتنا، معليش كرر الكومونتير تاعك، بارطاجيو خاوتنا وان شاء الله تكونوا من المستفيدين معنا إن شاء الله. في أثاث ثقة. كذلك خاوتنا راه كاينين عدة مفاجآت، كونوا في الموعد، هذه البداية ومازال بإذن الله خويا حليم. بإذن الله خاوتنا، نزيد نوضح لكم مليح، اللعبة هي راهي في الانستغرام وفي الفيسبوك، بصح اللعبة تكون في اليوتيوب. إن شاء الله أنتم تشاركوا في اليوتيوب وكثروا لي جيم لي جيم لي جيم لو ماكسيموم. حنا العشر الأوائل نخرجوا منهم زوج عباد، هذوك هما اللي استفادوا بهذا لي طاب كويزين كاملين مكمونين إن شاء الله. الختام خاوتنا كما راكم تشوفوا الختام، خلوا خويا وليد، خويا وليد خويا خنتك. خاوتنا ما تنساوش البارطاج ولي جيم وأثاث ثقة دائما في الخدمة، ورانا لهنا باش نفرحكم ونجيب لكم الهدايا ونشيخ صلاة فيكم، رانا هنا في الخدمة. مرحبا بكم، يعطيكم الصحة وفيكم خوتنا. السلام.